السلام عليكم، صباح الخير. كيف ما شفتوا عدلت هذا المشروب هذا اللي كيحرق الدهون اللي كنشربوا في الصباح على الريق. لابد ما يبرد لي شويه هذا التشوبا بانسا اللي عدلت حيت باقي طايب ما قدرش نشربه، وخصني نشربه هو الاول على الريق عاد نشرب هاد الباستيات. هاد الباستيات اللي هما معدلين باعشاب طبيعيين، يعني ما تخافوا منهم من حتى شي حاجه. ها هما هادو خاصين بالدهون ديال بطن البنات وليهم شحال اللي كنقولوا. هاد باستيات هادو كنشرب جويجات على الريق مور هاد المشروب اللي غنشرب دابا عاد غادي نفطر. هادو خاصين بالدهون ديال البطن ديال الكرش، كاملين بينا عندنا هاد المشكل ديال الكرش وصعيبه ما كتبغيش يتزول دغيا، فهادو كيعاونوا كيف ما قلت لكم، هادو كيذوبوا الدهون كيحرقوا الدهون خصوصا دهون ديال الكرش وديك العروضيه اللي كتكون في الكرش في الجناب. فهادو مزيونين بزاف باعشاب طبيعيين كيف ما قلت لكم، ما تخافوا منهم من حتى شي حاجه. هادو كيكملوا بعضهم، وخصوصا الا تبعتوا الباك كامل هذا ديال ايربالايف. انا باقي عندي البنات، كنت شاركته معكم بزاف النوبات هو اللي كنت استعملت باش انا ضعفت وصلت من الوزن اللي انا باغاه الحمد لله، ولكن الكرش ما كتعرفوها ما كتبغيش يتزول كتبقى لاصقه. الباك يجي فيه البنات هاد باتيدو هذا الفطور انا كنت شاركت معكم، هذا كنت كنفطر به دابا حاليا ما كنفطرش به، باقي لي هنايا واحد شويه. مره الا قال لي عقلي هانتوما ما باقيش بزاف كاع، شوف مره الا قال لي عقلي نفطر به كنفطر به، حيت هذا وجبه كامله البنات كتخلطوه هو مع الحليب صافي كيغلقك كيشبعك، زائد كيزولك الكناد الماكله ما كتبقاش في الكناد الماكله تنسى عاد الغدا. والباك كيجي في هاد الفيبره هادي هي اللي عملت دابا مع الالوفيرا، هادي الالوفيرا اتاي هاد اتاي هذا عندي ديال الخوخ وديال الفرامبويصه، كاين بزاف ديال النكهات. هادو كتعملوا الناس اللي باغيين يضعفوا كيشربوا النهار كامل ديتوكس، كيخلطوا الالوفيرا مع اتاي. ديك الساعه بوتينه نشرح لكم الطريقه بالتفصيل، انا ديتو من عند بوتينه. دابا خليكم نمره التليفون ديالها، هي كوتش كتبقى متبعه معاك حتى كتضعف وكتوصل للوزن اللي انت باغاه. بنات اللي متبعيني وكانوا شاو من عند الباك راه ضعافو، كاين اللي عاد بداو دابا هما ماشيين، كاين ناس طيحت 15 ديال الكيلو، كاين ناس طيحت 20 ديال الكيلو، كل واحد شحال طيح، والناس وصلت للوزن اللي باغاه غير تبعوا البروغرام اللي كتقول لكم هي. هاد الباستيات عاد دخلوهم جدادين عليها، بغيت نهضر لكم عليهم هاد النوبه البنات. هاد الباستيات كيتكملوا مع الباك، الناس اللي باغا تضعف، الناس اللي واصله للوزن ديالها وما باغاش تطيح 10 15 الكيلو غتستعملوا غير هاد تشوبا بانسا مع الباستيات. الناس اللي باغا تضعف وطيح الكيلو من الاحسن كتديو الباك كامل. الناس اللي سبق لهم داو الباك وباغيين باقي عندهم مشكله ديال الكرش، دابا كنصحكم تزيدوا هاد الباستيات هادو، غتبقاو تعملوا ديك غتعملوا البروغرام ديالكم هاد تشوبا بانسا على الصباح دائما، وغتزيدوا معها هاد الباستيات هادو. كيما شفتوا انا عدلت هادي دابا حيت كنشرب هاد الباستيات، رجعت كنشرب حتى هادو. كيف ما قلت لكم الباك كيجي فيه الفطور هذا كتفطروا به، والالوبيرا واتاي وفيبره كتعملوها غير في الصباح وفي الليل. المهم الطريقه بالتفصيل عاد شرح لكم بوتينه ملي تدخلوا عندها. دابا نخلي لكم نمره التليفون ديالها وانستغرام ديالها، دخلوا الانستغرام ديالها حيت هي كتنزل الريزولتادوس ديال الناس اللي متبعين معاها، وكتشوفوا الشهاده ديالهم بالنتيجه اللي وصلوا لها، كتنزل الاوديوز ديالهم. كاين بنات اللي كيبغيو يشاركوا حتى التصاور ديالهم، كيشاركوا التصاور ديال قبل وبعد، حتى انا دابا نخلي لكم التصويره ديالي ديال قبل وبعد. المهم نتيجة فعالة، المنتجات ديالهم كيتعدلوا بمواد طبيعية ما تخافوش منهم، حتى المرأة حاملة ومرأة اللي كترضع تقدر تستعملهم. بالنسبة للباستيات صراحة ما عارفاش، تتسقسيو بوتينة واش كيصلحو حتى المرأة حاملة ومرأة كترضع، مي هاد المنتجات هادو كيصلحو. هي بوتينة اللي كتبيعهم كانت حاملة وكتستعملهم وولدت وكترضع وكانت كتستعملهم وضعفت تبارك الله طيحت 20 ديال الكيلو هي. دابا خليكم التصويرة ديالها ديال قبل وبعد. المهم غنمشي نشرب دابا المشروب ديالي السحري فشرب باستيات ديالي وديك الساعة عاد نفطر. غادي نوريكم العصير ديال اليوم شنو فيه، حيت خالتي كتعمل لنا شي حاجه سبيسيال. المهم عندها هنا التفاح بانان، شنو اخرى خالتي؟ باربا طبعا، باربا ومطيشه والخيار والخيار على الحمراء والبطاطا حلوه. ويلا عصير بحال هذا وجبه كامله غني بالفوائد. ويلا هذا الا عصير البرتقال، ها انتم قرعه حمراء وشنو اخرى، الخيار ومطيشه بانان والتفاح.
مره مره كتملت الخس في خز حيت ما عنديش الخس اليوم تجاده حيت في خز قرعه الحمراء بطاطا حلوه ومطيشه والتفاح والبنان والتمر ويلا والعصر ديال التشي عرفتوا كيفاش كيجي البنات هذا العصير والريمولاتشا والرغيفات على شكل كريبات والحريشات ديال خالتي لا يعلى عليهم هما والرغايف الفطور اليوم ماشي حاجه طوب. ودابا خرجنا بنات حيتاش اليوم عندي واحد السيطه ديال الطبيب مع الثلاثه والعوال كيخرجوا من المدرسه في الجوج فهي هذيك خرجنا في دقه واحده مشينا هزيناهم المدرسه في الجوج ومشينا ديريكت للطبيب هما جاونا يدولوجي نخرجوا من المدرسه جبرنا الطريق نيشان الطبيب ديال كوستا ديال سول وصلنا في الوقت تقريبا. خالتي بقات مع جنيد ولوجين في باركي اللي حدا الطبيب وانا وامين دخلنا الحمد لله الطبيب قال لي رجلي مزيانه كتحسن كتبرى ولكن قال لي غتحتاج الترويض حتى رجلي باقي ما كتحركش مزيان فخرج لي الترويض غادي نبداه ان شاء الله يا ربي. خرجنا من الطبيب مشينا نيشان نتغداو حتى خرجنا بلا غدا جنيد حمقنا الراس ديالنا على ماكدونالدز فحكم علينا كاملين بينا نتغداو ماكدونالدز في حالو تغدينا لوجين هرقت عليها العصير وانا ما خرجتش معايا التبديله حقوت شحال ما خرجت حتى نسيت فطلع امين بريمارك شرا لها هذا الشاندر هذا بغيت نوريه لكم زيون رخيص ومزيون سخيخن. من تما جبرنا الطريق نيشان انتيكيرا نوصلو خالتي حيتاش عندها واحد السيتا ديال المهمه خاصها تمشي تعدل شي ورق فكان خصها ضروري تطلع بحالا الدار فوصلناها عرفتو البنات ما سخيناش بها مره تفارقنا بالبكي وحتى هي ما سخاتش بينا وما سخاتش بالعواول تنسوها وتنسناها بزاف ولكن ان شاء الله غادي ترجع لعندنا ضروري ما غادي ترجع ما سخيناش بها مسكينه هزتنا هذا الوقت كامل من هذا المنبر كنبغي نقول لها شكرا بزاف بزاف ما عرفتش شنو كنت غادي نعمل الا ما كانتش هي معانا. شوفوا هادو ما جي اللي بقط باش يخلعوني زعما انا عندي فوبيا ضغط الطبيب كنحملهم شي شديت على راسي باب الساروت وخليتهم تما يا نو ما كيعجبونيش القطط ما نفتحش باب من حماقتي مشي جيب جنيد مشي لا والو واخا يوقع اللي يوقع ايمن صافي دقت واجي لا ايمن قلت ايمن ايمن سلم على المتابعين ديالك. السلام عليكم المتابعين ديالهم كيف دايرين لاباس بخير انا لاباس بخير على ديالي هي مداخمه مجموعه عنده واحد قطرو بيو بزاف ديما ما خلاتناش نديوها معاه. شوف نقول لك واحد الحاجه تعطيوها 150 الف ياك نو 150 الف ديال الغوستا 15 الف ميغوستا نجيبوا القطن الضه لا 100 نصوركم يسرا شبرقه 150 الف لايك خليها في 150 الف لايك على جوسه على جوسه خليها 150 الف باش عمرها توصل انا نعمل لك 50 150 الف ديك الكوينتا انا عاد 150 كوينتا وانا بال 150 الف واخا تعمل واخا تعملوا مليون ونص لايك ما غايجيش القطن الضر. لا شكرا بزاف. لا الا جا 15000 لا والله ما ندخل معكم هذا الديل تينا انا عارفك تعمل 150 الف كوينتا باش تعمل لايك نو واي نو واي امبوسي. سلمنا على خالتي ومشينا صراحه ما سخيناش بعطيتنا جاتنا صعيبه دوزت لكاريفور نشري بانيال وطويطات من لوجين باش نبدل لها حيتاش كيف ما قلت لكم بقاو شحال ما خرجت نسيت بلي انا خصني نهز الصاك ديال العائله اللي فيه الحاجات ديالها. هنا كنوريكم هاد بول بولونيس اللي كاينين في كاريفور معلق عليهم حلال ولكن ردوا البر ما كيكونوش كاملين اللي تما غير بعد منهم جلست نرتاح شويه حيتاش عييت صافي وخلينا العواول هنايا يلعبوا شتيتهم ساكن وشبرنا الطريق ورجعنا في حالنا للدار وهنايا غادي نخليكم تهلاو لي فراسكم تصبحوا على خير.